حيث يقام هذا اللقاء ضمن فعاليات مونديال 2018 في روسيا. الحكم يحتسب ركلة حرة في بداية المباراة. تيمو فيرنر تعود إلى مسعود أوزيل، الهدف في الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. استأنف المباراة مرة أخرى مع تقدم المنتخب الألماني في النتيجة. ويليان فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. خطأ يحتسب الحكم في بداية المباراة. محاولة خطيرة تصل مارسيلو، استعاد الكرة في الوقت المناسب قبل ما تشكل أي خطورة على المرمى. كرة متاحة للتسجيل. أوهو، في القائم وفي الشباك، هدف يسجل في هذه اللحظة.